مشاهدات جميلة ولقطات جميلة للقوات الأميرية القطرية في عملية إنزال على الواجهة البحرية كتارا. ومن نفس المكان من الواجهة البحرية ننقل لكم هذه المشاعر من إحدى العوائل من المملكة الأردنية الهاشمية. خلونا نتعرف عليهم ونشوف مشاعرهم ويانا. مساك الله بالخير. مساء النور يا هلا. تعلمني اليوم انت جاي هنا شو تسوي؟ انتوا العائلة كاملة. والله احنا عادة كل سنة بنشارك احنا والعائلة في كل المفعاليات والمهرجانات داخل دولة قطر. خلال في يوم الوطني نحب نشارك الشعب القطري ونقول لهم تهنئة خاصة من المملكة الأردنية الهاشمية والشعب الأردني باليوم الوطني، وعلى رأسهم سمو الأمير تميم الله يحفظه بحفظ الشعب القطري. وإن شاء الله نتمنى لكم دائما الأمن والأمان في الدولة العزيزة على قلوبنا جميعا. جزاك الله خير. تعالي البنوتة هذه تقول عندها كلمة تبي تقولها، ايش تبين تقولين؟ أنا أحب قطر وأحب الشيخ تميم، وأنا كنت مشاركة برقصة مع مدرستي بخصوص اليوم الوطني. لنا الفخر ومتأكدة مثل ما تحبين قطر حنا نحبس بعد. عندك كلمة تبين تقولين؟ احنا بالمناسبة السعيدة بمناسبة اقتراب اليوم الوطني لدولة قطر جينا هنا نشاهد ونشارك الفعاليات ونعبر عن الفرحة الحقيقية لإلنا بإقامتنا بقطر وبعيشنا في إطار هذا الشعب الكريم وفي ظل صاحب السمو الأمير الشيخ تميم. وتاريخ 18 ديسمبر هو فعلا تاريخ مميز وفرحة عامة بالنسبة لإلنا وكما هي بالنسبة للشعب القطري. ونشكر سمو الشيخ تميم على كلماته الداعمة لنا دائما ومنها أبشروا بالعز والخير، وهي كلمة تبعث الطمأنينة لنا وللشعب جميعا. بالتأكيد هذه المشاعر، أكيد هذه المشاعر مشاعر كل المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. تبي تقول شيء؟ مستحي. طيب خلنا نسأل الأم شو تبي تقول. نبارك للشعب القطري بهاي المناسبة اليوم الوطني، والله يديم عليكم العز دائما يا رب ويخلي لكم الشيخ تميم. احنا ما بنشعر انه بغربة صراحة، احنا هاي بلدنا الثاني يعني. اكيد يا مرحبا بكم، هذه بلدكم الثاني، حياك. تعال معاي قول لي ايش تبي تقول. انا اسمي زياد كعواش من المملكة الأردنية الهاشمية، بحب ابارك للشعب القطري والشيخ تميم الله يحفظه ويبارك فيه ويطول عمره، ونحب نشارككم بالمناسبة السعيدة عيد الوطني تبع قطر، وبنتمنى ربنا إن شاء الله يديم الأمن والأمان على هالبلد ويحفظها من عين الحساد يا رب. اللهم أمين، اللهم يديم الأمن والأمان. المفروض أنا أختم، لكن هل الصغار الحلوين ما قدرت أكسر خطانهم؟ قول إيش تبين تقولين ريم. الحين الساعة 20 من بعيد تبين تقولين. طيب مشاهدينا شوف، تعال تعال حيا. شو اسمك؟ اسمي سعد. شو تسوي يا سعيد هنا؟ جاي بس كنت كنا نبغى نمشي انا واخواني، واذا شفنا شيء نشتري كذا على طول، ما عندنا مشكله كذا. سند؟ اي الحمد لله. عسى دوم ان شاء الله. اجواء جميله مشاهدينا في الحي الثقافي كتارا، خاصه على الواجهه البحريه مثل ما نشوف عده فعاليات العرضه. اجواء جميله، تعالوا راح نطلع معاكم الحين من الواجهه البحريه الى الاستديو عند الزملاء. دي ولا عندك؟